خليك اكو اتصال من الماليه، خليك خديجه. جاب الماليه. جاوب 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 مختار. الو ظرفين من نفس الصندوق. شو خديجة انت اي ظرف تريدين تختارين؟ اي صندوق؟ هو انا اختارت الاصفر. اختارت صندوق الاصفر. ايه وبعد اي صندوق اختارت؟ الازرق والاصفر قلت. الازرق والاصفر بي. شكراً. ايش قال ابو الماليه؟ سولفي بنتي. خديجه ابو الماليه يقول تاخذين ظرف من الصندوق الاصفر وظرف ثاني من صندوق اخر. حلو. يعني ظرفين. خوش. حلو. راح اختار ابني الاصفر. هسه احنا بالصندوق الاصفر. صندوق مو ابنك. لا تختارين ابنك. يا ظرف راح تختارين هسه من الصندوق الاصفر؟ يعني غير الاصفر. لا خليك هسه انت لا انت مختار الصندوق الاصفر. تريدين صندوقين. ايه انت مختار الصندوق الاصفر تمام. فاختاري ظرف من عنده اللي بيه هو اربع ظروف اللي هي قدامك هسه، الازرق والاصفر والوردي والاخضر. اختاري هسه ظرف. اختار الازرق. يلا هسه الازرق. وهسه يا صندوق راح تختارين اخر. هسه راح نعوفه الازرق هسه غير صندوق هسه هم اختاري تمام. زين هسه شنو بقى الالوان؟ بقى الاخضر والازرق والوردي، استثنينا الاصفر اللي اختاريته من عنده ظرف. نختار الوردي. الوردي والوردي هم باربع ظروف. خديجة يا ظرف نختار الأزرق. نختار الأزرق. يلا تختارين الأزرق تمام. هسا عندك أزرقين. الأزرق الأول هو هذا من الصندوق الأصفر. راح نفتح ونشوف الجائزة يا خديجة. 50,000 دينار. ألف مبروك. هذا الصندوق الأول. وهذا الصندوق الثاني 25,000 دينار. ألف مبروك. صار 75,000. مبروك خديجة. مبروك خديجة. مبروك.